المره الاولانيه ملي سمعت لا شانسون تبلبلت واحد شويه باسكو جو ماتاندي با انتوندر الرايم تبلبلت يا اختي تبلبلت والله العظيم تبلبلت زوين هذا كلمه اخرى زعما فريمون فهمتي زعزعتني واحد شويه جو مسي دي او اي سي لانسي في الراي سورتو كون سي كو دابا سي لا توندونس ديال الراي مي بيان جوي علاش باسكو ملي كتسمع لي بارول واخا ما تكونش كتسمع الراي غادي تسمع لي بارول غادي يعجبك دونك سي دو جوكر او بيان الراي او بيان لي بارول او بيان بجوج ومجموعين بجوج صافي ان سوبر بون ريزولتا حنا كنعرفو كو محمد رضا سي ان رينوفاتور دو لا شانسون ماروكان سافو دير لا شانسون ماروكان الي لا هو ديما كيحلق عليها ديما الجديد ديما فهمتي ديما شي حاجه كتخرج لينا جديده اولا سي لو ستيل ديالو سي كلكان كي اوتنتيك راسو دونك اصيل واصل لسو كي لي لو ستيل كي لا لا فوا كي لا كنعرفو لا فوا ديالو من شكون كي لا كيلا اسمك مدريد ماشي كيلا 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 لا فوا كيلا ستيل كيلا 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 تنبو ستيل انت درتي ما بحال شي واحد بحال غتبيع لي شي حاجه والله ما كاين لي تبع انت اخرى سمعت تبيع 10 لافير مع لا ربحه 5 غير الويكاند اللي فات ناد سيدي لا انا عجبتني شكرا بزاف ملي سمعت هاي هات في غنيه ديال الراي جو مسي دي اه وي سا سي فور كوم ميم باش دير دي بارول باغي في اون شانسون دو راي سي سوبر بيان Et puis bon courage, on a jeté la chanson. Merci. هذا كلام كيدخل للقلب وكاين شي فلوت بالبلد شي شويه تبلبلت ما كاين مشكل هادي تبلبلت حاتيم واش بلاتي كنتي كتصنت لينا نهار الاول دوزنا ياك هاد يومين سمعتي قلت لك شتي لا رياكسيون ديالي قلت لي غادي انت عارفني بان هادي تعجبني وقلت محمد رضا قبيله عجبتني الاغنيه بزاف واخا مازال ما سمعتها بزاف مازال ما شبعت منها اللي عجبني فيها بان لي بارول كثار دونك كاين ما تحفظ كاين ما تسميتو يعني ماشي داكشي خفيف دغيا دغيا اللي يطلع لك في راسك انا سام سوربرون با دو لا بار دو محمد رضا انه يدير هاد لو ستيل حيت مور اجيني اجيني دونك الناس كانوا تيساينوا شي حاجه بخي داك لو سوكسي كانوا تيساينوا شي حاجه بوتيتر دون لو ميم ستيل ولا يبقى داكشي مغربي هنا اللي زوين ان لا سوربريز ان الى كري داك لاتونت والناس تتساين ما تتبغيش تساين شي حاجه تكون ديجا متوقعها فهمتي دونك تعجبك الحال انت كاوديتور انت تسمع شي حاجه تيغفلك بها الانسان وفكرني براي ديال ليامات عقيل وي وي فهمتي يعني فريمون ملي تسمع الديسك راه فيه داك لا توش فيه داك الروح ودايوغ دابا ما قلتي بان شكون اللي كتبو دونك عاد فهمت لو كومون دو بوركوا وحلقك تبارك الله زوين بزاف وجا فهاد الستيل زوين بزاف و لو بوان برينسيبال فهاد الشيء كامل هو ان هاد الشيء ناتوريلمون فهمتي دايز ناتوريل يعني ملي تسمعو حتى تيغني يعني ماشي واحد تصنع ولا ما جاش معاه هاد لو ستيل دونك كي ديما برافو كونتينيو دو نو سوربروندر و دو فيغ دو لا بون ميوزيك كوم تو لابيتود دو فيغ ميرسي خويا صافي بليزير وجاء وقت الحقيقة زيفة الصحة أنا اللي غنقول على الأغنية لمحمد رضا فكرتني شي شوية أنتي ما تبلبلتيش أنتي ما تبلبلتيش بحال خويا أخت أنايس لا فهمت علاش ما تبلبلش بزاف لان محمد رضا عودنا على واحد لو ستيل فحال شكل ديال القفطه المغربي كيبقى محافظ على ديك الاصاله ديالو ولكن ساعه ساعه ملي كتجي تجدد كتزيد شويه ديال التنبات شويه ديال الطرز من هنا شويه ديال شي حاجه جايه من الشرق شويه من مصر شويه ملي سمعت الاغنيه جاتني بحال هاد التوليفه هادي سورتو ملي سمعت شويه اللحن وهيهات فكرت شويه هاني شاكر شويه ديال نبيل شعيل في هيهات انا نسيا عمري واش غير هي هادشي حاجه بحال هكا دونك جاني غنى ما حافظهاش مزيان واخا فرصه عمر عطيتها هكا ندير له هيك شي دوش دونك جاني شي شويه هاد الستيل انسبيري منه محمد رضا مع العلم انه حافظ على الطابع ديالو ولكن خدا خطوه وحده اخرى باش ربما يمشي مع الموجه واش خفتي لا محمد رضا شويه يخرج من المنافسه داكشي باش حولتي شي شويه للراي ولا غير انت جاتك الفرصه باش تبدل وبدلتي لا هو او كونترير انا خرجت من المنافسه ودرت شي حاجه ديالتي سبيسيال بوحدي انا فكرت فيها قلت اجي ندير شونسون سونتيمونتال بوزي كلاس للناس وكانت مغامره ولكن عجبني ردات الفعل الناس انهم عجبتهم وتيتسناو هذا الستيل بغاو يسمعوا شي حاجه عندها فيها الموسيقى وفيها الغناء وداك الشيء ولكن اوميم طو راه مرفوض قضيه فيها مرفوض زعما سونتيمونتال تقدر تشطح عليه وتتحرك معاه هذا هو لو سيكري تاع التايمينغ العزيز انت هو البون تايمينغ ياك انت
التايمينغ حيت كنت باغي تغني الراي بشحال هادي الراي سا مارش ديال مات سي هي لا فاغ وانا نختار شي حاجه كي غوسومبل داك لا نوستالجي اللي سمعنا حنا ديال الراي هذاك الشيء ولكن جمعت فيها داك الشيء اللي كاين دابا هذا الوقت كاين ان بون سون راه ستان تري غون سون داك الشيء اه وي ان تري غون سون كان الايقاع زوين تاع النشاط وفي نفس الوقت كاين كلام اللي صحيح وقوي واللحن راه شتيها وفيه داك الشيء الموال في الاول والاداء الكلمات زوينه قلت نبين الصوت تاعي شويه عاوتاني بارك حيت ديك الاغاني القصار ما تيبانش فيهم الصوت قلت راه بحال مثلا دارت عليك الدوره وبانت لك الصوره واخا تعيا ما تزوق ما تبانش الصوت ديالك تيبان وي سي جولي سي بو ولكن ماشي بحال تتغني بهكا ولعبتيها لي انا حاجه فور تتأدي تتغني او البدايه بشويه بشويه بوزي شي حاجه اخرى هادشي اللي بغيت نقول لكم شكرا ثانك يو هادشي راه بحال هكا دوزتي 16 الحمد لله دابا راه اكثر من درتي ديك 17 وقع يا سيرتيفيكا انا كورونا كنتسنى تقول